نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، مرحبا بكم ومرحبا بك هبة. أهلا بك محمد، أهلا بمشاهدينا الكرام، ونبدأ نشرة الظهيرة بالتفاصيل. أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع المواطنين المصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد. جاء ذلك خلال زيارة مدبولي إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وقال رئيس الوزراء: أعبر لقداستكم عن احترامي ومحبتي واعتزازي وأيضا تقديري لمواقفكم دوما من أجل وحدة وتماسك شعبنا، خاصة وقت التحديات والأزمات. من جانبه توجه قداسة البابا توادروس الثاني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له وللحكومة التوفيق، قائلا: نصلي من أجل بلدنا لحمايتها من كل مكروه ولمساندة مسؤولي بلدنا في مواجهة التحديات. عقد مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اجتماعه الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب تشكيل الجديد. وفي مستهل الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من أنشطة عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال عام 2023، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الخطة الوطنية لخفض الطلب على المواد المخدرة 2024-2028 التي تمت في إطار رؤية موحدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 90، وذكرت مصادر طبية بقطاع غزة أن 14 فلسطينيا استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. كما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6 شهداء. يأتي هذا في الوقت الذي قصف فيه الاحتلال عدة منازل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. كما شهدت منطقة الزويداء وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا، وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل إلى أكثر من 22,300 شهيد، بالإضافة إلى 7,000 مفقود وأكثر من 57,200 مصاب. من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت الطابق الخامس من مقر تابع له في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضافت المتحدث باسم الجمعية أن شخصا واحدا على الأقل استشهد وأصيب آخرون جراء القصف، وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقر للاستهداف من قبل الاحتلال، حيث قصف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الأول، مما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة عدد من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال له. واستمرارا لجرائم الاحتلال، قام الاحتلال بالدفع بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مخيم نور الشمس بطول كرم بالضفة الغربية، كما اتخذ بعض المنازل ثكنات عسكرية لجنود الاحتلال وأطلقت النار بشكل عشوائي داخل المخيم، واعتقلت أيضا عشرات من الشبان الفلسطينيين واعتدت عليهم، كما عرقلت عمل طواقم الإسعاف ومنعتها من دخول المخيم. من جانبه استنكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع الصحي في غزة، واصفا الضربات التي تعرضت لها مستشفى الأمل في قطاع غزة بغير المعقولة، وقد أسفرت الضربات عن مقتل 5 أشخاص والحقت أضرارا بالغة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وجدد تيدروس دعوته لوقف فوري لإطلاق النار، مضيفا أن النظام الصحي في غزة منهار بالفعل، حيث يواجه العاملون في مجال الصحة والمساعدات إعاقة مستمرة لجهودهم لإنقاذ الأرواح، وذلك بسبب الأعمال العدائية. بدوره أكد رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب أن يكون المستشفى مكانا محميا، ويجب أن تتوقف الحرب، وينبغي حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية. أكدت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بلغ حوالي
المليون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وذكرت المنظمة الدولية أن رفح الفلسطينية أصبحت الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يعيش أكثر من 1 مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. وحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1,900,000 شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع، ويعيش ما يقرب من 1,400,000 نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات القطاع الخمس. أما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فقد أعادت التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط تهدف لتجنب التصعيد في المنطقة. ويسعى بلينكن في رابع جولاته في الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة لتهدئة التصعيد بالمنطقة وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع والحرب في قطاع غزة إلى المنطقة بأكملها، خاصة مع مقتل صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع 6 آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت. قال مسؤول محلي في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في وقت متأخر من ليلة أمس في ضربة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوب لبنان. يأتي هذا ليرتفع به عدد عناصر حزب الله الذين قتلوا من أمس إلى 9 قتلى، كما ارتفع عدد القتلى منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان إلى 175 شخصا. وفي كلمة له على خلفية اغتيال القيادي في حماس صالح العروري، حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حذر إسرائيل من الدخول في حرب مع لبنان، مؤكدا أن تكاليفها ستكون باهظة ولن تكون هناك ضوابط. أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع إطلاق لنيران في مدينة كرمان، ويأتي ذلك غداة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس وأسفرا عن مقتل نحو 100 شخص. هذا وقد أعلنت طهران اليوم الخميس يوم حداد وطني في سائر أنحاء البلاد إثر هجوم كرمان الإرهابي. ذهبوا لإحياء ذكرى مقتل قائدهم، فكانت نهايتهم إلى جواره. أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم إثر انفجارين وقعا قرب قبر القائد الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران. انفجاران وقعا بفارق دقائق قليلة، وأسفرا أيضا عن إصابة العشرات من بين حشود جاءت إلى قبر سليماني لإحياء الذكرى الرابعة لاغتياله، والذي وقع عبر هجوم بطائرة مسيرة أمريكية عام 2020. حداد وطني في سائر أنحاء البلاد أعلنته إيران عقب هجوم كرمان، بينما ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتفجيرين ووصفهما بالعمل الجبان والمشين، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن مرتكبي هذا الهجوم قريبا ومحاسبتهم. كذلك ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانفجارين اللذين وصفهما بالصادمين، كما ندد الاتحاد الأوروبي بالتفجيرين واعتبرهما عملا إرهابيا يجب محاسبة المسؤولين عنه. يذكر أن اللواء قاسم سليماني كان قائدا لفيلق القدس الموكل إليه العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، وصاحب دور محوري في رسم استراتيجيتها في الشرق الأوسط على مدى أعوام طويلة. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في مدينة كرمان بجنوب إيران، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء. وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية عن خالص تعازي مصر لحكومة وشعب إيران. كذلك أدان الأزهر الشريف بشدة التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا بمدينة كرمان وأسفرا عن سقوط ما يزيد على 100 قتيل وإصابة ما يقرب من 200. وأكد الأزهر رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأبرياء وتنتهك حرمات الأحياء والأموات وتروع الآمنين، مجددا مطالبتي بضرورة العمل على إيجاد استراتيجية عالمية للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره وتحقيق الأمن والسلام للأفراد والمجتمعات. من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات، ودعا غوتيريش لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وشعب وحكومة إيران.
أعلنت مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية مقتل 2 على الأقل وإصابة 5 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على مقر الحشد الشعبي شرقي بغداد. وأفاد بيان لفصيل من الحشد الشعبي بمقتل مسؤول عسكري وأحد مرافقيه في قصف أمريكي لمقر اللواء 12 للحشد الشعبي. يأتي هذا بينما يعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. حضر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد خياري من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر وخطر تفاقم التوترات الإقليمية. وقال خياري خلال كلمته أمام مجلس الأمن، قال إن استمرار التهديدات للملاحة البحرية بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد العسكري يثيران القلق البالغ وقد يؤثران على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم. أكدت الولايات المتحدة ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية سومالياند وحصلت بموجبه على منفذ بحري. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، مؤكدا انضمام واشنطن إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن القلق العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي. ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جميع الأطراف المعنية في الصومال إلى الانخراط في حوار دبلوماسي. أعلنت القوة البحرية الأوكرانية أن روسيا تنشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود من دون قاذفات صاروخية بينهما. وأوضحت البحرية الأوكرانية أن هناك سفينة أخرى في بحر أزوف بجانب نقلات صواريخ من طراز كاليبر ليصل إجمالي الصواريخ إلى 16 صاروخا. في غضون ذلك أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها استهدفت 12 مجموعة تابعة للجيش الروسي، كما استهدفت وحدات الصواريخ الأوكرانية 3 أنظمة مدفعية ونظام حرب إلكترونية ومركزين للقيادة الروسية. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن سول واشنطن تجريان تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية قرب الحدود مع بيونغ يانغ. وذكر الجيش الكوري الجنوبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية أن التدريبات المشتركة الأولى للحلفاء هذا العام تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية المشتركة ضد التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الكورية، أجرى الجيش الكوري الجنوبي سلسلة من التدريبات المدفعية وغيرها من المناورات هذا الأسبوع، ما أثار انتقادات حادة من كوريا الشمالية. نهاية نشرة الظهيرة في تمام الثانية بتوقيت القاهرة، تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. أشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة وشكرا لك هبة. شكرا لك محمد وإلى اللقاء. إلى اللقاء.